يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ذكرتم حفظكم الله أن إضافة أسماء بعض الموتى أنه شرك. مع اسم الله، مع اسم الله يذكر الله ويذكر معه الميت، هم هذا شرك؟ شرك، نعم. يقول فهل هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ شرك أكبر يا أخي، ما هو شرك أصغر. الشرك الأصغر يحصل من المؤمن، أما الشرك الأكبر فلا يحصل من المؤمن أبدا. نعم.